متابعينا الكرام، اهلا بيكم. بدانا في الكورس الشتوي وابتدينا بالعبايه بزعبوط، عبايه بيتي قطيفه بزعبوط شيك وجميله وبسيطه بدون بطلون. تمام. طيب قلنا لو القماش او احنا وزننا لغايه 2 اكس لارج، 70 75 لغايه 80، بنطبق القماش كده على 4. تمام. احنا مبدئيا بنشتري القماش بالشكل ده كده من محل القماش. تمام. على وش، خلينا مركزين في المعلومات اللي بنقولها، عبارة عن طبقتين متطبقين بالشكل ده. احنا بنشتري القماش بالشكل ده، ده بيكون عدد الامتار اللي احنا بنختاره، وده بيكون عرض القماش اللي بيكون ثابت في معظم الاقمشة. تمام. بيكون حوالي 150 ومش 150 بالظبط، يعني 140 145 هو ده العرض اللي هنقول الدارج او يعني ايه السائد على كل انواع القماش. تمام. تاني بعيد انه لما بيكون وزن لغايه 2 اكس لارج بطبق كده على 4 وباخد قياساتي عادي جدا، فبيطلع لي الامام والخلف، واحتياج للقماش بيكون عباره عن طول الموديل بالشكل ده، عبايتي طول عبايتي من عند الكتف لغايه الكعب، وبيبقى عندي كمان الاكمام، وكمان بيبقى عندي الزعبوط. تمام كده عرفنا احنا بنحتاج قد ايه طول قماش لو انا لغايه 80 كيلو 2 اكس لارج. تمام. يلبسني الكلام ده خاصة وان القطيفة فيها نسبة لكرة عالية. طيب لو انا وزني فوق ده، لو انا وزني 100، انا هتفق ان انا وزني 100 200، لا مفيش اكتر من كده. ربنا يديكم الصحة جميعا. انا بقول لو وزننا كبير قوي هنتصرف ازاي ايا كان الوزن. تمام. المهم يا جماعة يكون بصحة وعافية. طيب بصوا، زي ما قلت لكم ده القماش، والبرسل بيكون دايما الاتجاه ده، ده كده بيكون برسل واطراف القماش. تمام. وقلت مش كل القماش ينفع استخدم الطول فيه عرض. تمام. طيب انا القماش بتاعي اهو، فانا وزني كبير، فانا بعمل ايه بقى؟ باخد طول العبايه من عند الكتف قلت لغايه طول الكعب. تمام. نركز شويه في اللي انا بقوله. تمام. طيب ومره تانيه، يعني انا باخده مره ومره كمان، يعني لما اروح اشيل القماش اعمل حسابي ان انا لو طولي 140 هيبقى زي 150 عشان التانيه والاصل والكلام ده. تمام. يبقى 150 زيهم، يبقى انا كده خدت كام؟ خدت 3 متر. تمام. وباخد نص متر للاكمام يبقى 3.5، والزعبوط بيطلع من الناحيه دي الزيادات او الجيوب بتطلع من الزيادات. تمام. يعني حوالي 3.5 متر لو انا هعمله ازاي بيوصل 4 متر. كده فهمنا؟ كده فهمنا. طيب اشتغل ازاي؟ مش احنا كنا بنطبق كده على 4 وبناخد القياسات بتاعتنا هي هياها، بس بفرد كده واروح مطبقه بالشكل ده اهو عشان اشتغل، عشان يديني الامام لوحده ويديني الخلف لوحده. كده واضح. طيب ازاي بقى؟ بصي انا تنيت اهو عشان اخد العبايه. تمام. تنيت ايه بقى؟ يبقى انا اخدت الطول مرتين، ادي الطول شايفين كده ازاي. بعيد تاني انه انا لو اشتغل لغاية 70 75 80 كيلو ممكن اطبق بالشكل ده على 4 بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وباخد القياس مرة واحدة، فبيطلع لي العباية عبارة عن امام وخلف والاكمام والزعبوط. طيب العكس بقى، لو انا وزني كبير هروح مطبقة بالشكل ده كده واشتغل بالشكل ده بنفس الطريقة. بصوا كده اهو، بس لازم اكون واخده براحة عشان ايه الطول ما يأثرش معايا. تمام. طيب وقلت باخد نص خط الظهر، لما بعمل خط كده يساوي الاول، طبعا هنا القماش كده خلاص متساوي، انا مش محتاجة اخد ايه ان انا اساوي القماش. تمام. لان القماش كده اصلا متساوي، سواء هشتغل من هنا او من هنا مش هتفرق معايا. نركز شوية بس نسود كده عشان يكون واضح. تمام. باخد نص خط الظهر اللي انا اتفقت عليه اهو، ما فيهوش اي اختلاف يا جماعه، زي ما انا قسته. تمام. بنفس الطريقه، وبعدين بروح نازله، وقلت بزود 2 سنتي في الشتاء عشان انا لو في تتقيل تحته يبقى كويس مسرح. لا انا مش بتقل خالص، فخليني بعمل يعني المسافه دي، في ناس بتحب الحاجه عليها مظبوطه جدا، لكن في الشتاء دايما بنقول ان احنا بنزود 2 سنتي من باب الاحتراز. تمام. وبزود 2 سنتي هنا بالشكل ده، وبنزل بنفس الطريقه دي برضو مزوده 2 سنتي. انا بقول لكم طبعا على اساس ان القياس هيبقى واسع. تمام. وهنا باخد ايه بقى؟ ربع دوران السطر، لو انا هقيس ربع دوران السطر. تمام.
فانت بتقيسي ربع دوران الصدر مستريح جدا، احنا مش بنعمل حاجه متضيقه ومحزقه، تمام؟ وبنعمل بالشكل ده كده وبناخد الدوران، تمام؟ طبعا على يعني ده مش 150 يعني، ده كده عرض مبالغ فيه اهو، القماش بتاعي بيبقى كده خلاص، ده مبالغ فيه جدا، تمام؟ وبروح ايه بقى وساعة بعد الدوران ده حوالي 3 قراريط كده بايدي عشان الموديل يبقى واسع، وانزل على توسيع عشان في ناس بتحب الحركة واسعة، تمام؟ وباخد دوران الرقبة اللي ما بيتغيرش، عشان انا جالي سؤال، طيب انا لما اعمل قياس كبير اوسع دوران الرقبة؟ لا، 9 سنتي اللي احنا عملناها قبل كده خلاص. طيب ده كده رسم كروكي بس كده عشان ايه اوضح لك الفكرة خلاص، وبقص بالشكل ده اهو، بس بقص كده بهيئة دوران عشان خاطر بس ايه ما تبقاش مجنحة ورمية في الارض، انا بس بقول يعني بقص لك كده ايه حاجة تشبيهية للي المفروض يحصل اهو، تمام؟ الشكل ده كده طبعا. عرض الاكمام لازم يكون عرض الابد ده، يعني بقيس بالمزوره كده عشان اعرف عرض الكم اللي انا محتاجاه، يا ريت نركز يعني، بروح قايسه بالمزوره كده اهو، ده عرض الكم اللي انا هقيس عليه الكم، لو انا هعمل كشكشه بزود حوالي 5 سنتي. طيب نشوف بقى كده اهو، طلع معايا ايه؟ طلع معايا قطعتين. طيب عشان بس اعمل لكم التعديلات اهي اللي احنا بنعملها العاديه اهو، تعديلات عباره عن بكبر الدوران، بشيل 1 سنتي من الكتف عشان لو بتحدف لورا، بشيل 1.5 من ناحية الصدر اهو كده بالشكل ده، تمام؟ اهو طبعا مبجيش ناحية الكتف، هلاقي ايه بقى قدامي؟ افتح كده القماش بتاعي اهو، ده كده اداني ايه؟ اداني الظهر، شايفين واسع قد ايه؟ يعني بالتشبيه كده هيديني واسع جدا بالشكل ده، تمام؟ واروح بقى شايفه الامام اهو، وادي الامام، يبقى انا عرفت كده ان انا محتاجه ايه في القماش اهو، بالشكل ده كده خلطهم على بعض اهو بنفس طريقة الخياطة، شايفين الوسع؟ هو ده الوسع اللي انا ببقى عايزاه. طيب السؤال التاني، ليه فيديوهين في الاسبوع؟ يلا سؤال مهم، ليه فيديوهين في الاسبوع؟ ده احنا كده هنتأخر قوي، ده احنا كده مش عارفة اتكلم يا عم احنا كده هناخد وقت طويل قوي في الكورس ده، ووقت طويل يعني معناه ان احنا نجدد كتير، يعني معناه ندفع كتير. نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلمتين في الصميم لو فهمناهم هنرتاح، كلمتين في الصميم لو فهمناهم هنرتاح. لو دخل كورس حسابات، لو دخل كورس على انه حسابات اني هقعد قد كده او هدفع قد كده، انت مش هتتعلمي حاجة، هيبقى كل هدفك وتفكيرك وتركيزك هخلص امتى، هشتغل ازاي عشان اخلص، انت كده مش هتبقي فاكرة اي حاجة انت يعني بتفهميها معايا. اللي دخل كورس عايزة حبة غاوية تتعلم خياطة، والله العظيم ما هتسأل هي هتخلص امتى، بالعكس ده هتفضل تقول انا عايزة اتعلم الموديل الفلاني، انا عايزة اتعلم الموديل الفلاني. ولازم طالما بدأنا ايام دراسة وايام مدارس لازم نفهم ان ظروفنا مختلفة، يعني ام احمد اللي معايا في الكورس عندها اولادها بتوديها المدرسة وعندها محلها بتفتحه وعندها جوزها وعندها بيتها وعندها اولادها، ما بتبقاش فاضية طول الوقت. سين اللي معايا برضو في الكورس لسه مثلا عروسه جديده ما عندهاش اي مسؤوليات من الكلام ده، فبتنام لغايه الظهر او لغايه العصر. سين عايزه كل يوم فيديو، لكن ام احمد عندها مشغوليات ومحتاجه فيديوهين في الاسبوع، وانا محتاجه ام احمد وسين يشتغلوا ويقدموا لي شغل. واضحه؟ فهمنا؟ لازم نراعي النقطه دي، لازم نراعي نقطه ان الموديلات الشتويه او الموديلات الكبيره محتاجه مني ان انا ادبر قماش وان انا اركز فيها وان انا اعملها خطوه بخطوه عشان افهم طريقتها، عشان ما يبقاش انا بنفذ الفيديو وبعد ما بيخلص بنساه لان في فيديو تاني نازل بكره. مفهوم؟ فهمنا الكلام ده؟ طيب
اولا ولله الحمد انا مش عامله الكورس ده كسب مادي، تمام؟ الحمد لله والفضل لله مستورة الحمد لله، وانا من الناس اللي ما بتحبش تطلع على اي حاجة، انا الحمد لله راضية. يعني انا لو اقدر ارجع لورا 50 سنة حيث الغيطان، حيث الادوات القديمة، حيث والله العظيم اتمنى فرصة من هذا النوع. انا مش من الناس اللي بتحب التجديد او بتحب تطلع الحياة افضل او تسترزق او تستغل علم بتتعلمه عشان تكسب منه او تربح منه. انا والله العظيم في الغالب لما حد بيعاكسني في الكورس، بيعاكسني بمعنى ايه؟ بيعاكسني في شغلي في الكورس، بقول لها اتفضلي خدي فلوسك مع الف سلامه. فلازم تفهموا ان الموضوع مش ماده بحته، والا كنت ابيع لك الكتاب ده ورقه ورقه، والا كنت ابيع لك كل معلومه ورقه ورقه، والا كنت اشتغل واسترزق واعمل مصالح من اللي انا عارفاه والحمد لله والفضل لله. ف نحافظ شويه على شعورنا، شعورنا احنا، يعني احنا نحافظ شوية على شعورنا قبل ما يفكر في الانسانة دي تفكير سوء، او قبل ما يفكر فيها ان هي مثلا دي قصدها تعمل كده عشان الكورس يطول شوية، او علشان او علشان. انا مش ببيع، انت داخلة تتعلمي خياطة، الفرصة دي ذهبية بكل المقاييس وبكل الاركان، الفرصة دي ذهبية، حاولي تغتنميها، حاولي تفرحي. الكورس تمنه مش جاي فرخة، والله العظيم ما جاي فرخة، هي فرخة من غير خضار، يعني بالعافية فرخة صغننة كده من غير ما تجيبي لها حاجة، بتتعلمي بيها 30 يوم، بتابع فيها 30 يوم، بتعملي فيها موديلات، يعني مش محصلة طرحة انت بتتعلمي كذا موديل بيها، انت بتتعلمي شهر بحاله. خليكي واسعة الأفق فضلا، عارفة ان انت عندك حماس، وعارفة ان انت عندك نشاط، وعارفة ان انت عندك وقت فوق النشاط والحماس وقت، لكن غيرك لا. وانا عايزة كله يشتغل، وعشان كمان يكون عندك الدافع انك تعملي الفيديو اللي بعده، وعشان كمان ما تكسليش يعني تعملي تراكمات في الفيديوهات. اتمنى كده اجبت على السؤال المهم اللي هو ازاي اعمل قياس كبير، وليه الفيديوهات مش كتير، وليه في كورس الاطفال كنا بنشتغل براحتنا وتقولي لنا اللي تقدر تعمل تطبيقين تقدر تعمل ثلاثة، اللي تقدر تعمل أربعة تعمل. الاطفال غير الحريمي كليا، تفاصيل الاطفال بسيطة، قطعة دي كده قطعة دي كده تتعمل في يوم، مش محتاجة فاضي اعملي فيديوهين ثلاثة. ببقى عايزة احمسك، ببقى عايزة اشجعك، ببقى عايزك تمسكي شغل من ايديكي يفرحك، تمام؟ الكورس الحريمي كل تفاصيل، الكورس الحريمي خبرة، الكورس الحريمي انت بتتعلمي مهنة 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 مهنة، لازم لها افق، لازم لها خيال واسع، لازم لها راحة نفسية وانت بتشتغلي. كل الحاجات دي كده عرفناها، اتمنى اكون اجبت على كل حاجه. ما بحبش حد يسبقني في خطوه في كورس الحريمي، ما بحبش حد يتاخر بخطوه او اتنين في كورس الحريمي. بشكركم جدا وبترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.